هاك دير تشوف منا السلام عليكم. فيما يخص خويا هذا عنده مشكل كياكسي ديالي من شرط نومبر دي تور تقرقب. شو بالنسبة اخي للحالة تاعك؟ هنا عندك مشكل في الفي بي تي وعندك مشكل تاع الفي بروكر، ممكن الفي بروكر يقرقب عندك. ولهذا ننصحك دبيري في المانو تاع الزيت لك راه راكب، كل ما دارها من الحي متسنيلكش الزيت. إذا بغيت تسني الزيت في الرامون تاعك ولا في بروكا عندك بيضة راهي مكولية راهي تقرقب، هذه هي. وزيد بيلي في لي زانجيكتور تاعك اون دي مام طون بيلي في لي زانجيكتور، ممكن كاش واحد راه فيه بروبلام ولا دونك لي زانجيكتور ما يديروش تحس بليسونس، هذه هي. مام لي بوسوار تقدر تبيلي فيه. واش نقولك اخويا؟ هذه هي. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله.